أكد عدد من المتعافين من فيروس كورونا المستجد خلال لقاء خاص مع مركز الأخبار عبر سكايب أن مملكة البحرين قدمت لهم أفضل الخدمات الطبية أثناء فترتي العزل والحجر، مشيرين إلى أهمية الوعي المجتمعي واتباع كافة الإجراءات والتدابير الوقائية التي وضعت للحد من انتشار الفيروس حفاظا على السلامة العامة. رحلة لازمت المصابين بفيروس كوفيد 19 حتى شفائهم من هذا الوباء الذي لا يزال أبطال البحرين يتصدون له ببراعة تامة ويقدمون أفضل الخدمات الطبية للحد من انتشاره مطبقين أعلى معايير منظمة الصحة العالمية. هذا ويروي عدد من المتعافين حكاية الانتصار على هذا الفيروس ومستوى الخدمات الرفيع الذي قدم لهم أثناء تواجدهم بالحجر الصحي أو المنزلي ومراحل العلاج. طبعاً كنت ملتزمة بالتعليمات والتباعد الاجتماعي، ولكن طبيعة عملي تحتم علي خدمة ومخالطة ما يقارب 50 مريض في اليوم. فلله الحمد ما كنت مخالطة لأي من هذه الحالات، ولكن زميلي الصيدلاني كان مخالط لأحد الحالات فخضع للفحص. طبعاً تم تصنيفي كمخالط من الدرجة الأولى بحكم عملي مع زميلي داخل الصيدلية، فأعطاني حجر منزلي، جاءت نتيجتي الأولى سلبية. طبعاً التزمت تعاليم الحجر كامل بغرفة منفصلة، وكان في فريق طبي يتابع وياي الحالة 3 مرات أسبوعياً. طبعاً اتصلت فيني الدكتورة نفسها، يعني اتصلت فيني اتصال ثاني، كان الاتصال بهدف تحديد أثر المخالطين، كان الاتصال دقيق جداً، أعطوني يمكن نصف ساعة من وقتهم علشان تحديد المخالطين، وخبروني أنهم راح ينقلوني لأحد مراكز العزل. مرت علي سيارة من وزارة الصحة مهيئة بالكامل، شفت مكان يعني مهيئ بالكامل، كان الفندق مزود بطاقم طبي متكامل من أطباء وممرضين وصيادلة وكافة أفراد الطاقم الطبي. المتعافون من كوفيد 19 شددوا على ضرورة المحافظة على نظام غذائي متوازن لتقوية جهاز المناعة والابتعاد قدر الإمكان عن التجمعات واتخاذ سبل الوقاية المنصوح بها. أول ما عرفت أن أنا مصاب طبعاً كنت فاحص قبلها بيوم، اليوم اللي بعده اتصلوا في وزارة الصحة وخبروا أن أنا مصاب، اتصلوا في الطاقم الطبي من وزارة الصحة أساس خبروا أني لازم أعزل روحي هاي الفترة لين ما يجيني الإسعاف أو الباص اللي نقلني إلى مكان الحجر. طبعاً كانت فترة الحجر هي تقريباً ظليت في الحجر الصحي 7 أيام سبوع، وبعدها في البيت ظليت 7 أيام تقريباً المدة كاملة أقل من شهر بشيء بسيط. طبعاً الطاقم الطبي اللي كانوا موجودين في مكان الحجر اللي أنا كنت موجود فيه يعني أبداً ما حسسوني إن أنا في مكان غريب أو إن مكان بروحي، يعني أنا كنت في حجرة مسكوكة بيني وما حد وياي، ما أشوف أحد، مجرد يجيني الممرض أو الدكتور يأخذ مني الفحوصات الصبح بالليل خلاص أنا طول اليوم ما أشوف أحد، بس لما يجون يعطونك الشعور إن يردون لك معنوية عندك، يعني يسولف وياك ويقول لك كلمات تحمسك شوي ما تخليك تحس بالأزمة. قضيت أيامي في العزل الصحي في المجمع السلماني الطبي، شوي الواحد يتعلم من هذا المرض، عدلت سلوكياتي واجد، شوي الإنسان يعدل من سلوكه ويعدل من حياته ويراجع بعض أوضاعه السابقة، ولله الحمد تخطينا المرحلة، وأنصحهم أن يطبقون كل الاحترازات الطبية الموجهة من وزارة الصحة. في نهاية المطاف الله يحفظ مملكتنا الغالية من كل شر وسوء. هذا وتواصل مملكة البحرين تقديم الخدمات الطبية على أكمل وجه وسط فرحة المتعافين بالشفاء، والتي شكلت قصصا إيجابية تدعو للتفاؤل لأشخاص قهروا المرض، فيما يواصل أعضاء فريق البحرين
في الصفوف الأمامية عملهم بكل إخلاص. يبقى الوعي المجتمعي بضرورة اتباع الإرشادات وتطبيق التدابير الوقائية أبرز وسائل التصدي ومنع انتشاره. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.